بكم من جديد. لسانها عربي، لهجة درامية سورية، بيد أن حبكتها ومكوناتها الدرامية جعلت المشاهد العربي يقبل عليها بنهم وفق الإحصاءات. إنها الدراما التركية. لم تجد مجموعة إم بي سي بد أو مهرب من تقديم المزيد من الدراما التركية في خطوة عدت في أولها إبحار في المجهول. لكن تصدرها المشاهد في الوطن العربي جعل الالتفات المؤسس إليها ضرورة. حقيقة نحن سعداء في دبي، وهذه المرة الأولى لنا نزور إم بي سي. حقيقة نشكرهم على استضافتهم. استقبال حار، إنني سعيدة ومندهشة ولم أكن أتوقع ذلك. عندما قال صديقنا دانيال أن الناس هنا مشتاقون لنا ويتمتعون بحميمية لم نصدق، ولكننا الآن لامسنا الحقيقة. إنها فرصة سعيدة أن نزور أم بي سي في دبي. التوجه المدروس نحو الدراما التركية حفزته عوامل اشتراك في الثقافة وخيوط جديدة في روح الحكايات ومفرداتها. وفضلا عن تمكن الممثل والممثلة من تركيا من فن التشخيص، فإن أكثر ما شحذ الجمهور العربي المكان في اختلافه وغناه والرؤية الفنية التي تقربه من نفس وروح أينما كانت. بالظاهر أنه جيتي بكير، إجت من حظي. أولاً غيرت جو وهلأ رح أكل أكل طيب. مراد، ويجد هذا التناغم العربي مع الدراما التركية تفسيره في قيم مشتركة نسجت عبر التاريخ خيوطاً وجسوراً بين الجانبين، وحان الوقت لاستثمارها إيجاباً في تدعيم التلاقح بين الثقافتين العربية والتركية. والآن أسعار العملات والأسهم والنفط. أعمال ناجحة في نظر البعض، حماية للثروة في نظر